التايب سكريبت. التايب سكريبت هو سوبر سيت اوف جافا سكريبت، ده معناه ان الاساس بتاع التايب سكريبت هو الجافا سكريبت. والتايب سكريبت هي مش مجرد لغة برمجة، لا، هي عبارة عن تول او كومبايلر بيسمح ليك ان تكتب تايب سكريبت كود بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبسنتكس افضل بكتير من الجافا سكريبت، وفي النهاية بيعمل اكسبورت للكود بتاعه للجافا سكريبت عشان يقدر البراوزر يفهمه. طيب ليه التايب سكريبت مهمة؟ هي التايب سكريبت مهمة عشان هي بتاخد الجافا سكريبت كود للنكست ليفل بتاعه، ده بسبب ان فيها نيو فيتشر مش موجودة في الجافا سكريبت. طيب زي ايه النيو فيتشر اللي هي مش موجودة في الجافا سكريبت؟ زي التايب، زي الانترفيسز، وفي حاجات غيرها كتير جدا هتعرفها من خلال الكورس ده. طبعا غير ان اغلب الشركات حاليا بقت بتستخدم التايب سكريبت في البروجكت بتاعتها، وطبعا الطلب على التايب سكريبت بقى كبير جدا، ده بسبب زي ما انا قلت من دلوقتي ان اغلب الشركات بقت بتستخدم التايب سكريبت حاجه اساسيه في البروجكت بتاعتها، وبتستخدم التايب سكريبت مع الفريم ورك المشهوره حاليا اللي هي زي الرياكت او انجلر او فيو. طيب ايه هي بقى التطبيقات اللي انا ممكن اعملها بالتايب سكريبت او من خلال التايب سكريبت؟ ببساطه جدا جدا، اي حاجه او اي تطبيق كنت اقدر اعمله بالجافا سكريبت هو اقدر اعمله بالتايب سكريبت برضه، سواء كان فرونت اند، سواء كان باك اند، سواء كان موبايل ابلكيشن از كروس بلاتفورم. في الكورس هنا مش محتاج منك انك غير انك تكون عارف شويه جافا سكريبت بيزك عاديه جدا عشان تقدر تتفرج على الفيديوهات في الكورس دوت. وفي خلال الكورس دوت هتبدأ من اول البيزك لغايه الادفانسد ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم خلال الكورس، والسلام عليكم.